في احد الدوريات الاوروبيه. على كل قبل ما نذهب الى خليل البلوشي للتعليق على مجريات الشوط الاول، كابتن توفيق زعبوب توقعاتك بالنسبه للشوط الاول؟ والله الارضيه ممتازه جدا والطقس حلو، نتصور تعادل الشوط الاول. تعادل الشوط الاول بالنسبه لكابتن توفيق زعبوب. كابتن خالد الملهي؟ 1-0 للترجي. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. اذا كانت هذه توقعات كل من كابتن توفيق زعبوب وكابتن خالد الملهي. تعادل 0-0 كابتن توفيق زعبوب، 1-0 لخالد الملهي بالنسبه مع الترجي الرياضي التونسي. طبيعي جدا. الان ننتقل صوتا وصوره مع الزميل المتالق خليل البلوشي للتعليق على فعاليات الشوط الاول. نعود ان شاء الله ما بين شوطي هذه المباراه. كابتن خليل البلوشي لك الخط. الشعري، شكرا للضيوف الموجودين في الاستوديو، الكابتن توفيق زعبوب والكابتن خالد الملهي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعي قنوات الكاس في كل مكان، مرحبا بكم هنا من خلال احداث هذه المواجهة التي تجمع الترجي على أرضية ميدانه في الملعب الأولمبي برادس مع النجم الساحلي الذي لا زال يتمسك ببصيص الأمل من أجل أن يحافظ على حظوظه للفوز بلقب بطولة الدوري. النجم يعلم تماما بأن التفريط في هذا اللقاء يعني بأن الأمور قد تذهب بعيدا عن مسألة العودة والمنافسة على لقب بطولة الدوري. اليوم النجم يا يفوز يا يفوز، ومثل ما نقول احنا عندنا في الخليج يا يغسل ايده من بطولة الدوري، لان الفارق الان 8 نقاط. لو خسر هذا اللقاء سيرتفع الفارق الى 11 نقطة امام الترجي، وهذه هي مباراة مؤجلة ما بين الفريقين، وبالتالي هي تعتبر المباراة رقم 18 لكلا الفريقين في منافسات بطولة الدوري. والامر الذي يعني بان النجم قد يخدم نفسه اولا، وقد يخدم بقية الاندية التي تنتظر. تعثر للترجي الذي لم يخسر بعد في منافسات بطولة الدوري الى الان. سعودي لكرة القدم بعدما كان لاعبا هنالك وقبل ذلك في قطر. كرة فيها محاولة رأسية خطيرة، كرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، وبكل تأكيد بعد ذلك بانتظار الظهور التونسي في نهائيات كأس العالم. كرة من مرتدة سريعة في منطقة الجزاء، محاولة خطيرة خطيرة ملعوبة، الكرة الماضية، حادث في منطقة الجزاء يتسبب فيه سعد بقير. 12 بالنسبة للنجم الساحلي، كرة لمصلحة الترجي أمامية ملعوبة، الكرة الماضية تصل سهلة إلى حارس المرمى. لكن الأمور في الدوري من دون خسارة، من الصعب جدا أن ينحني، من الصعب أن ينحني. أشرف جرير النجم القادم في كرة القدم وفي حراسة المرمى التونسية الذي يتصدى للكرة وللمحاولة الماضية. أشرف جرير الرجل صاحب 26 سنة، لاعب بلايلي. شوف الكرة الماضية، شوف شمس الدين، يا سلام يا سلام، تمريرة في غاية الروعة، وبعد ذلك تسديدة قوية جدا، لكن حارس المرمى أشرف كرير والمرشح بأن يكون أيضا لبعض حراس المرمى من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة. حراسة المرمى التونسية إلى الآن، كرة فيها محاولة، جول جول جول. قلت لكم لحمهم مر، لحمهم مر، صعب جدا أن ينحني الترجي، صعب أنك تأكل لحمة. الترجي يأخذ حقه بيده، يسجل، يضع الكرة في المرمى وفي شباك أشرف جرير، يصنع الفارق ويتقدم بأول أهداف المواجهة. شوف التمريرة، شوف الحضور، شوف التمريرة في الله 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 الله, الله. هدف التقدم يأتي، الصناعة من أنيس البدري، والنهاية من البلايلي، النهاية من البلايلي. يوسف يسجل، يضع الكرة في المرمى، يصنع الفارق الآن، يتقدم لمصلحة المكشخة هنا في هذا اللقاء، ويسجل أول أهداف في المواجهة.
تصل في الجهه اليسرى يوسف البلايلي في منطقة الجزاء ملعوبة الكرة الماضية تصل سهلة عند حارس المرمى. حمزة على التنفيذ ملعوبة المحاولة في منطقة الجزاء خطيرة جدا وبين شريفية بين شريفية يتصدى للكرة وللمحاولة الماضية وأن يكون أساسيا في الترجي وبعد ذلك يواصل مشواره إلى أن يتحدث أيضا بلغة الأرقام على مستوى المنتخب وبقميص نسور قرطاج وممكن ليش لا لو يستمر بنفس التألق والإبداع أن نشاهد في كأس العالم القادمة كرة بمحاولة ملعوبة تأتي خطيرة الكرة الماضية يسجل النجم وبأقدام المدافع عن طريق الخطأ عن طريق الخطأ يسجل ويضع الكرة في المرمى ماتياس راعي التعديل يحيي الأمال وكرة في المرمى ومن خلال الخطأ الدفاعي في اللقطة الماضية وكرة بأقدام منتصر طالبي طالبي يضع كرة في مرمى يضع كرة في مرمى ويدرك الإتوال التعادل 1-1 الآن 1-1 الآن رايح معاك لآخر الدنيا كاس دائما ما يضعون بعين الاعتبار محاولة الوصول للتغطية المناسبة اللي ممكن أن ترضي ذوق المشاهد التونسي ونعلم أن التونسي متذوق رائع كرة فيها محاولة للترجي يا سلام يا سلام على الكرة وعلى المحاولة الماضية واللقطة بعد ذلك تصل في الجانب المقابل لمصلحة النجم مرتدة انسوا كل ما راح انسوا كل الكلمات لنتحدث بلغة كرة القدم هنا في هذه المواجهة كرة لمصلحة الإتوال في المنطقة خطيرة ما على باليش ما في شيء على بال الإتوال ما في شيء على بال الإتوال إلا الدوري إلا الدوري نجم يسطع في سماء العاصمة نجم هنا في الملعب الأولمبي بنقورة 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 الله 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 للنجم والنجم دائما على الألي النجم دائما على كرة في شباك الحارس معز الله 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 هدف في مرمى بن شريفية يعطي النجم التقدم يصنع الخالي بنقورة هدف التقدم لمصلحة النجم من خلال أحداث شوط المباراة الأول وخير الدين خير ما سوى خير الدين خير ما سوى هذه الكرة اللي كان ممكن يسجل من خلالها يوسف بلايلي حكم المباراة كريم الخميري أعطى الاستمرارية تعود في الجانب المقابل تصل لمصلحة النجم كرة في المرمى كرة في المرمى والنجم يسجل يسطع في سماء العاصمة يسطع من خلال هذا اللقاء وما تشدونيش على الحمراء ما تشدونيش هدف يأتي وبأقدام بانجورا 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 يقلب الطاولة ويصنع الفارق هذه نقطة التغير من كرة كان ممكن كرة فيها محاولة من خطأ كرة ثابتة ملعوبة في منطقة الجزاء والكرة بعد ذلك يتدخل فيها أشرف في توقيت مثالي لا زالت مستمرة مطالبة بركلة الجزاء رمي التماس كوليبالي يلعب الكرة الماضية راسية خطيرة لا زالت مستمرة في منطقة الجزاء قائمة الكرة والمحاولة بعد ذلك فيها تسلل ترجي كرة فيها محاولة على مشارف منطقة الجزاء تسديد العارضة تتصدى لكرة هيثم الجويني شوف إمكانيات هيثم شوف الحضور بالنسبة للجويني الكرة من خليل خليل الشمام إلى الجويني بالقدم اليمنى وأشرف قرير أشرف قرير يتصدى يبعد الكرة مجنون لعيب لعيب محاولة في الجهة اليسرى عرضية قوية جدا قوية جدا الكرة والمحاولة الماضية ومعز بن شريفية معز بن شريفية في اللقطة الماضية والكرة الماضية يبعدها إلى خارج أرضية الميدان يا الله
يا الله قوية جدا من غادي عبد الرزاق ما أعطاها ياسين الخنيسي. الاثنين وجها لوجه والاثنين يمتلكون الكثير. كرة بمحاولة ركلة جزاء بعد ذلك يحتج على قرار الحكم. شوف الكرة الماضية هذه المحاولة الماضية وهنا التدخل هنا التدخل. هل كانت لمسة يد في الكرة والمحاولة الماضية أم أن الأمور لا وجود فيها للخطأ؟ محمد كوناتي اللاعب المالي كوناتي هو من يرتكب الخطأ. محمد مثناني يتحدث مع طه ياسين الخنيسي بالله ضيعها بالله سددها برا لم تكن ركلة جزاء مستحقة خلينا نفوز. عشر سنوات لم نذق طعم الانتصار في ملعب الأولمبي برادس لم نهزم الترجي في هذا الميدان. خلينا يا طه توك جاي توك جاي واحنا صار لنا 90 دقيقة نلعب نأدي نقدم. طه ياسين يتقدم من أجل التعديل ما يضيع ما يضيع. طه يسجل طه يسجل الترجي تاريخيا ما ينهزم سوس مباريات على بعضهم. الترجي لا يرضى بالانكسار متتاليا مرتين ورا بعض لا إلا الترجي إلا الترجي. يسجل طه يضع الكرة في المرمى ويصنع التعديل حمراء وصفراء خذا تعقلية العالي والفيراج الآن يولع الفيراج يولع وشماريخ الترجية في مدرج الملعب الأولمبي مرة أخرى. هدف يأتي هدف التعديل طه كرة في المرمى ياسين يعادل النتيجة والخنيسي يسجل من أجل عدم الخسارة 2-2 الآن. وفي الجانب المقابل تراجع لمصلحة فريقي النجم بعد الطرد للقائد كرة فيها محاولة فرصة الهدف الثالث يأتي خلاص تحسم الأمور تحسم الأمور. جويني يسجل لم يظهر كثيرا لكن قد يكون حاسم. نعم يستحق الهدف كل هذه الدموع يا هيثم لأن قد يحسم دوري قد يحسم الدوري. هدف لهيثم لجويني هذه الكرة الماضية لا وجود فيها للتسلل لا وجود فيها للتسلل. هيثم يسجل في شباك جرير كرة جاءت من شمس الدين بعد ما استطاع النجم في العاصمة تونس وفي الملعب الأولمبي برادس شمس الترجي شمس الترجي تعود للظهور. شمس الترجي تسطع في ملعب العاصمة يسجل هيثم الجويني يعطي الفارق الآن ويصنع الانتصار ويأتي هدف التقدم بثلاثية ولد العاصمة ولد الجمعية ولد الحومة الشعبية يسجل لأعلى صوت المدرج حمرة وصفرة خذت عقلي العالي حياتي وعمري أنا نعطيها. ثلاث إقصاءات في مباراة الذهاب ثلاث إقصاءات الآن في مباراة الإياب والوضعية مستمرة بالانتصار. نعم يأتي الانتصار لمصلحة الترجي. ترجي ما يخسرش زوز مباريات وراء بعض. الترجي لا ينحني مرتين متتاليتين.